لكن اليتيم ده الله مكرم عليه حسب مو انا تبع ربيناه الله لا حمنا له لا دحنا لا شفقنا لا شيء. اصل وضعنا اول بيشوف ده صار وضع الراس عدين عندنا الا رحمه الله الله يتجر مطرنا بغتة بالهدوء. والله عندي 6 بنات صغار من قصرات والحمد لله باولاد علا شو يرفع من البنات علا والله ما عندنا اي حاجه. في رمضان بالذات تحديدا يعني ما في انسان فقير او غني يحتاج الى افطار وما يكون عناية لانه الناس بتكون على الطرقات وبيفرشوا بساطاتهم على الطريق وبيقطعوا الطريق قطاع طرق لكن من اجل عمل الخير عشان ما يطعموا الناس. تم توزيع عليهم السلال الغذائيه خلال عن شهر رمضان المبارك، وان شاء الله نتمنى ايضا تكاتف معانا المجتمع في تقاضى ولا تقاضى في عمليه ايصال المساعدات عن طريق مؤسسه عفيف الخيريه. نحن الاطباء والمسؤولين في المستشفيات ان نخرج عن صمتنا وان نعبر للجميع عن خطوره ما يجري وخطورة ما يتعرض له مرضانا في المستشفيات جراء النقص الشديد في الأدوية والمهمات الطبية وما تتعرض له الأجهزة والمعدات في المستشفيات من عطل بسبب تعطل الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الإخوة الأكارم، قبل يومين كنت في مرور على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، هذا الطفل يعاني من نقص حاد في الصفائح الدموية وهو موجود لدينا في قسم الأطفال حاليا، وقد احتاج الأمر إلى تدخل وعلاج سريع. هذا العلاج بحثنا في جميع المستودعات الطبية وفي جميع المستشفيات المجاورة في قطاع غزة فلم نجده، وهذا الصنف يا إخواننا غير متوفر في الصيدليات الخاصة وفي القطاع الخاص، مما اضطرنا إلى أن نعمل تحويله بشكل عاجل لهذا الطفل لكي يتمكن من صرف العلاج له. فكل يوم يخرج بتهديد جديد أنه سيتخذ خطوات غير مسبوقة تجاه حماس أو تجاه غزة، وها هو يفتعل الآن أزمة نقص الدواء وأزمة الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية في كل مستشفيات القطاع، كما بدأ في قطع رواتب الموظفين والآن يقطع مخصصات الجامعات الفلسطينية بما فيها جامعة الأزهر، وينال من مخصصات أسر الشهداء والأسرى. فماذا هو فاعل بما نحن مقبلون عليه في القدس؟ الآن هناك تهويج منهج تعليمي في القدس، فماذا سيفعل عباس؟ أنا سيرين حمشو، مهندسة طاقات متجددة متخصصة بطاقة الرياح، وأعمل في شركة جنرال إلكتريك في سكنكتدي أمريكا. صار لي في أمريكا حوالي 5 سنوات. في عام 2015 سجلت براءة اختراع المتعلقة بطاقة الرياح، وهي براءة اختراع صناعية وهو نظام حماية للعناصر الكهربائية الموجودة في التوربين. في سكنكتدي في مقر الشركة التي أعمل فيها، هي الشركة التي أسسها العالم توماس أديسون، وطبعا يعني هذا أمر وتجربة فريدة جدا أن أعمل في نفس حتى في نفس المكتب الذي مكتب توماس أديسون، يعني الذي اخترع منه المصباح الكهربائي المشع والفونوغراف وأكثر من 1000 اختراع.
وطبعا يعني مجال العمل هو مجال جدا مريح، كوني مسلمة عربية محجبة سورية أيضا في هذه الحقبة التي نمر بها هو أمر جدا مميز، ويشعر بالفخر أحيانا، خاصة أنه يعني يندر وجود النساء اللواتي عملنا في مجال هندسة الكهرباء تحديدا. الأمر يعني أسهل ما يعني في عملي كامرأة، أنا درست شريعة ودرست هندسة، فكيف أوفق بينهما؟ الأمر أنني بدأت بدراسة الأمرين وأنا صغيرة. والدي مهندس معروف كان في سوريا، المهندس عمر حمشو، لديه اختراعات ولديه مكتب يندر في العالم، يعني المجمع العلمي الإلكتروني. فطبعا أنا لما كبرت في هذا المجتمع هذا رغبني كثيرا أن أدخل في المجال العلمي، في مجال الهندسة تحديدا. كذلك يعني وجودي في المعاهد القرآن في حما وفي سوريا، أيضا هذا الأمر أعطاني يعني خلفية علمية وخلفية دينية، فمشيت في الأمرين في نفس الوقت. وأنا حاليا يعني أجهز لبرنامج تلفزيوني يعنى في المسلمين في أمريكا وفي الفكر الديني والمرأة والإسلام. طبعا في كثير تحديات نحن كأسرة عربية مسلمة تعيش في أمريكا، أحد هذه التحديات وأهمها هي تحدي اللغة العربية. أيضا من التحديات هي يعني في رمضان نحن نفتقر، لا يوجد أي طقس رمضاني هنا، نحن نصنع أجواء رمضان ونحن نصنع طقوس رمضان. أيضا في العيد نحن نجمع يعني معظم أجيالنا، معظم أصدقائنا هنا نجمعهم عندنا، نحاول أن يعني نصنع بهجة العيد للأطفال أيضا في منزلنا هنا، فهو يعني في الأول والأخير من المنزل نحن ننشئ جيل مسلم أمريكي بأصول عربية يعيش هنا ويفتخر بثقافته ويفتخر بهويته الإسلامية بدون أن يخجل أنه مسلم أو أنه عربي. الوضع ليس كما كان سابقا، لا يوجد زبائن كما كان قبل سنتين أو ثلاث. الآن الوضع الاقتصادي بطيء، كل ذلك بسبب الأمن، الناس يخشون الخروج من بيوتهم. سابقا كانت الأمور جيدة بالنسبة للبيع والشراء، لكن بعد حكومة كرزاي توقف العمل والتجارة، وفي هاتين السنتين توقف العمل بالكامل، لقد خسرنا كثيرا. لا شك أن الفساد وتدهور الوضع الأمني من أهم أسباب ضعف الاقتصاد والاستثمارات في أفغانستان، إضافة إلى أن ثقة الأفغان والمستثمرين في هذه الحكومة في أدنى مستوياتها.